هلا فقرتنا غير، لانه ضيفنا غير. ضيفنا عالم، وبنقدر نحكي انه نموذج ناجح ومميز جدا في مجال عمله، وبتكون الحقيقه هو كمان نموذج مشرف لمصر في كل المحافل الدوليه والعالميه، ايضا لانه حقق العديد من الجوائز في وكاله الفضاء الامريكيه ناسا 2015 2018 و2021. مظبوط يا كافي. كمان اوراقه بتقول الاتي، نسمع كده مع بعض. هو حصل على المركز الثالث على مستوى العالم في مجال هندسه الطاقه في كوريا الجنوبيه، وحصل على جائزه مجلس الشباب العربي لافضل مخترع عربي. عنده العديد من الابتكارات، منها وحده توليد الطاقه الكهرومغناطيسيه واللي حاصل فيها على المركز الثالث على مستوى العالم. كمان هو صاحب فكرة أعتقد أنها جديرة بالاهتمام، أول لابتوب عربي الإنتاج والتنفيذ. ضيفنا المهندس مصطفى السيد، مساء الخير، مشرفنا ومنورنا في بيت الله. الله. أنا اللي بشكركم على استضافتكم ليا في منصة جميلة بتجمع الشباب العربي كله، شكرا جزيلا. مساء الخير عليك. حقيقة اللي تحدثت بي كافي وتحدثت بي شافي شيء مفرح بالنسبة أنك عرب. نفتخر عندما نشاهد العناوين الكبيرة تحضر في البلدان الأوروبية. حقيقة أعيد العنوان اللي مكتوب بالورق، لأن ما شاء الله العنوان يحتاج حفظ لساعات. يقول هو مدير مشروع تطوير البلاد الأفريقية في المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء في الأمم المتحدة. شلون جاء هذا العنوان؟ وشلون قدرت تحصل على هذا اللقب؟ والله اللقب ده اختصار لرحلة طويلة جدا. بداية أعرف الناس إيه هو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء. هو المجلس بيضم كل شباب العالم المتخصصين في مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وده تابع للأمم المتحدة والمقر بتاعه في يعني. أنا انضميت في البداية خالص كعضو عادي، اشتغلت في مشروع كان تطوير للساتلايت. بعد كده قدرت إن أنا أثبت نفسي الحمد لله لحد ما بقيت مدير مشروع إدارة الكوارث، وبعد كده قدرت إن أنا أبقى مدير مشروع تطوير البلاد الإفريقية. هو الغرض منه إنه هو التنمية للبلاد الإفريقية وتطوير للتكنولوجيا المستخدمة فيها، وخاصة التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء.